حيتان الأوركا هي من الأنواع التي تمت دراستها داخل أسرها، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عنها. فيما يلي 10 حقائق مذهلة عن حوت الأوركا المروع. الأوركا ليست حيتاناً على الإطلاق، بل هي دلافين، وهي من أكبر أنواع الدلافين في العالم. يمكن للأوركا التجوال في جميع أنحاء المحيطات، ويمكن العثور عليها في أماكن قريبة من القطبين وحتى في المياه الاستوائية. ولا يوجد تقريباً أي جزء من الكرة الأرضية لم يتسلل إليه البشر وحيتان الأوركا. تعتمد الأوركا اعتماداً كبيراً على بعضها البعض، وتفضل التفاعلات الاجتماعية في مجموعات تسمى القرون والمحار. وتتكون المجموعة من عشائر مختلفة تتقاطع بانتظام، ولها مناطق متداخلة تقدم الأوركا لغات مختلفة تماماً بين القرون والعشائر. فعلى سبيل المثال، قد يكون لشخص من إنجلترا لكنه مختلفة تماماً عن شخص من الولايات المتحدة. وتحت الماء يعتمدون على النقرات والصفارات لتبادل المعلومات مع بعضهم البعض. لا توجد أنواع حيوانية معروفة تتطور ثقافياً باستثناء البشر وحيتان الأوركا. توقف إناث حيتان الأوركا عن التكاثر في منتصف العمر، وهذا يسمح للإناث بدعم أبنائها وأحفادها، ويضمن نقل جينات الإناث إلى الأجيال اللاحقة. تظل الإناث الشابة مع أمهاتها لفترة طويلة بعد بلوغها، وترتبط الإناث الأكبر سناً بالمجموعة بأكملها، وتساعد في تعليم وتوجيه جميع الصغار. يمكن لحيتان الأوركا أن تسبح بسرعات تصل إلى 30 ميلاً في الساعة، ومتوسط العمر المتوقع للذكور هو 29 عاماً، بينما تعيش الإناث في المتوسط 50 عاماً. أما بالنسبة لماذا يفضل للأوركا أكل كبد أسماك القرش، فهناك عدة أسباب. الكبد غني بالدهون والطاقة التي يحتاجها الأوركا عالية الحرارة، فكبد القرش يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي توفر الكثير من السعرات الحرارية التي يحتاجها الأوركا لنموه وبقائه. يحتوي كبد سمك القرش على نسبة عالية من فيتامين إيه وفيتامين بي، وهذان الفيتامينان مهمان لوظائف الأوركا الحيوية مثل تكوين العظام والجلد بشكل سليم. الكبد سهل الهضم بالنسبة للأوركا. على الرغم من كون أسماك القرش صعبة الهضم، إلا أن الكبد خالي من المواد السامة التي تجعل هضم بقية الجسد صعبا. فالكبد يمثل وجبة سهلة الهضم توفر قيمة غذائية عالية للأوركا. الكميات الكبيرة من الدهون الموجودة في الكبد تساعد الأوركا على البقاء لفترات طويلة بين الصيد وأكل الفريسة. فالأوركا تحتاج إلى مصادر طاقة مركزة تساعدها على استمرار نشاطها العالي وملاحقة فرائسها لفترات طويلة. في الخلاصة، يوفر كبد ذو القرش قيمة غذائية عالية بسعرات حرارية وفيتامينات ودهون ضرورية للأوركا، مما يجعله وجبة مفضلة لديها. كما أن الكبد ممكن أن يصل وزنه إلى 25% من نسبة وزن القرش. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد.